الشخص الثاني الشخص عابر والتقاك وبسألك وش منك جاني وبالمقابل شو اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشري رضاك كنت اشوف العمر فاني واللي بقالي هواك ودي حسب الله عطاني ما دريت انه الله بشرك بلاني وانت بالخير ابتلاك كنت عايش بالاماني كنت اعدلك خطاك ليه متى بمسك لساني واكتم العبرة معاك ودي اكون اي شخص ثاني اي شخص عابر والتقاك وبسألك وش منك جاني وبالمقابل شو اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشري رضاك كنت اشوف العمر فاني واللي بقالي هواك ودي عاند بك زماني وتحدى صفوفك انت رحت وهو بكاني قال انا بوقف معاك اكتشفت انك اناني واني اكبر من خطاك حظك اللي ما قواني جابك ورد وخذاك ودي اكون اي شخص ثاني اي شخص عابر والتقى وبسألك وش منك جاني وبالمقابل شو اللي جاك انت ما تذكر حناني وكيف كنت اشري رضاك كنت اشوف العمر فاني واللي بقالي هواك ودي